الحمد لله صعدنا لدور الـ16 من كأس أفريقيا وعدينا دور المجموعات بحرقة الدم في كل ماتش من ماتشات المجموعة، وإحنا قاعدين على أعصابنا. اتعادلنا الثلاث مباريات بنفس النتيجة 2-2، خدنا ثلاث نقط من المجموعة وصعدنا تاني بفضل ربنا أولا ثم موزمبيق ثانيا. اللي تعادلها مع غانا خلانا نضمن الصعود، ولولا كده احنا كان زماننا هندخل في حسبة تانية خالص. في الثلاث مباريات تقريبا مفيش بصمة واضحة لروي فيكتوريا، لا خطة ولا تشكيل ولا أي حاجة من البداية، مفيش حتى اختياراته غريبة شويتين ثلاثة، واحنا قاعدين ساكتين مستنيين نشوف المنتخب ده هيشرفنا ولا يرجع في أول طيارة. بنشجع واحنا في ايدين، واحنا يعني في ايدين روي فيكتوريا بصراحه، حاطين ايدينا على قلبنا وبنقول ماشي يلا هنشوف الخطوه الجايه هنعمل ايه، يعني يمكن نجيب جون بالصدفه. ان شاء الله ان شاء الله يا جماعه، ربنا بيحبنا، عايزين المنتخب يكسب ومش قدامنا حاجه غير ان احنا نشجعه. بس فيكتوريا تقريبا مفيش حد فينا بقى واثق فيه، ومش مفيش حد فينا مش شايف انه اداء المنتخب اداء باهت، وان احنا عندنا منظومه دفاعيه بعافيه حبتين ثلاثه، دخل فينا 6 جوان في 3 مباريات. فيا ريت حد يقول لفيكتوريا ان ثنائيه حجازي وعبد المنعم مش نافعه وهتخسرنا، فنشوف لنا حل تاني. عندك ياسر ابراهيم افضل مدافع في مصر اخر 4 شهور ركنه ومش بتستفيد منه عشان العند. يا عم فيكتوريا خلي بالك، مروان عطيه هو احسن واحد في نص ملعب مصر، وده بان في ماتش الراس الاخضر، فبلاش تلعب في وسط الملعب لانها يعني مش بالاسامي. اسماء الانديه جايه بالعرق والكفاح، فمش عارفه ربنا يستر الماتشات الجايه. ولكن احنا النهارده هنحاول نفكر مع بعض ومع 2 من كبار نقادنا الرياضيين نعمل ايه؟ ايه المفروض يحصل؟ توقعاتهم ايه؟ ايه الخطوات الجايه اللي المفروض فيكتوريا يعملها علشان نشوف اداء تاني؟ وهل المشكله في فيكتوريا ولا في اللعيبه؟ طيب ما الدوله المصريه وفرت كل امكانياتها الممكنه وغير الممكنه من اجل هذا المنتخب. طيب ماذا حدث؟ خليني ارحب بضيوفي الكرام اللي منوريني في مصر جديده، الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت، اهلا بحضرتك منورنا، والناقد الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري منورنا، ومعايا 2 من النقاد الرياضيين انا بحترمهم جدا وبحبهم جدا. والحقيقه احنا كلنا بنسال، هو المنتخب رايح على فين بهذه الصوره وبهذا الاداء الباهت؟ أولا إحنا رايحين على فين؟ ثانيا من هو المسؤول؟ ده سهل، يعني يكفي إن كرة القدم يعني بكل ما يقدمه مسؤوليها هم تحديدا إدارة الكرة والإدارة الفنية السيد فيكتوريا والذين معه، خلوكي مذاكرة يعني، وأنت دائمة يعني مع كل مناحي الحياة الأخرى بعيدا عن الرياضة، خلوكي مذاكرة زي كل مواطن مصري حاسس ليه بيحصل كده. رايحين طبعا على مستوى تاني من المنافسه وهي مباراه النوك اوت، وبالتالي ما فيهاش هزار، وهذا الرجل يعني نعم بلا من لا ينعم به كثير من المدراء الفنيين الحقيقه، يعني كلنا كنا مع كوبر يعني الرجل اللي اصر على شخصيه منتخب مصر، واللي لازم من برنامجك نبارك لسوريا وليه هو كمان انه صعد بيها لاول مره في تاريخها رغم كل ظروفها لدور الـ16 في امم اسيا. فلسطين مبروك مبروك مبروك، صعدت ايضا لاول مره في تاريخها في مجموعه فيها الامارات الى الدور الثاني، بينما انت في مصر 120 مليون مواطن، احسن كوره في القاره، نجوم سوبر، لا تستطيع ان تكون لديك مسؤوليه اولا اداريه كاتحاد كوره بلجنه فنيه. انا اسف مع احترامي للكباتن، واحد مشرف واحد كذا، ولا ده معمول بيه في العالم اللهم الا اذا كان خط ربط بعد ما يكون في لجنه فنيه لديها من المستقبل الكثير مع الرجل الذي يدير فنيا اللي بيسموه المدير الفني. اتيتم بمدير فني لم يذهب مع منتخبات على انه على خلفيه الانديه كان لدينا نتائج رائعه، اهلا وسهلا، ولكن
ده علشان كان يحقق التارجت. لو في لجنه فنيه ما كانتش هتجبر الاتحاد اذا كانت هتشتغل لمصر على ان يكون هناك مباريات تجريبيه كثيره مع مدارس كرويه كبيره عشان الراجل ينقل بقى يعني ايه منتخب ويعني ايه نادي. وبالتالي هنا يعني بيت القصيد، الاصلاح يبدا من الاداره يا استاذه، ما فيش حاجه في الدنيا من غير اداره، مؤسسات الدوله، كل ما هو لوجيستي، طياره خاصه، ومع ان اتحاد الكره لديه تمويلات كبيره لكن ما استنوش اما يقول معايا ولا لا، السيد الرئيس وانا قلت كده في مداخله مع حضرتك في تاني ماتش للبطوله، السيد الرئيس يذهب وكانه حامل توكيلات، بل بالفعل هو حامل توكيلات من 120 مليون مواطن بطلب اسعاد الناس لا اكثر ولا اقل. تجدي كل هذا يخرج علينا من يعتذر مره، يخرج علينا اللي يقول ما هي الحياه مستمره، ودعاء المصريين وموزمبيق يعني تلعبها في الدقيقه 94، والا منتخب مصر ببنطين على فكره ما كانش هيبقى في حكايه التوالد دي خالص. الاشقاء التوانسه النهارده باتنين بونت، باي باي مع السلامه. لكن على الاقل الناس لازم من دلوقتي تعرف الخطوه الجايه ايه. المباراه القادمه ننتظر لقاء يعني لقاءات المجموعه الثانيه اللي هتبدا يعني خلال الساعه القادمه عشان نعرف هنلاعب مين. في كل الاحوال هل سيستطيع الرجل الخروج من شرنقة العناد اللي هو فيه؟ يعني لما الناس والسوشيال وده مترجمه أهم واحد عنده واضح أنه بدأ ينقله، فبدلا من أن يأتي به ياسر إبراهيم الأقوم للمكان لأنه سليم معاف، حجازي ده قد الدنيا يا جماعة، لكن عنده ثلاثة صليبي وفي كرة القدم يصعب أنه يعود كما كان. وبالتالي الثنائية عبد المنعم ياسر بيلعبوا مع بعض بقالهم كتير يا أخي، ده بمنسوب كرة الناس اللي بتدير حتى يعني فريق مدرسة مش فريق منتخب، فجموده يخليه ينزله بس يقعد احتياطي مش يلعبه. نص الملعب زي ما حضرتك بكرتي وقلتي حط مروان الأفضل كقطر أو قاطع وفي كل الميزات فيديله درس. تخيلي أن الامبارح في ما هو رسمي عن اللي بيسموها إيه لما يطلعوا النتائج دي، من 63 تمريرة 62 تمريرة سليمة لقاطع وسط ما شاء الله، وهكذا بقى مصطفى محمد، تريزيجيه يا راجل بتبدأ بيه متأخر ليه؟ انت في ايه؟ ثم التغييرات في حيز المنتخبات لما تحب تلعب ما ينفعش فيها الدقيقة 13 وشغل الأندية ده، عندك عوامل كثيرة، عندك فتوح اللي عملت بومينج عشان تاخده كان لازم تبدأ بيه المباراة الأولى سهلة عليه، تيجي في الماتش اللي لازم ندافع شوية ونتستر تلعبه الشوط الأولاني وتخسره الشوط الثاني، ده هو كان وقته الشوط الثاني. وبالتالي كل ده ما حدش يقدر يراجعه معاه لأنه في الآخر هو المسؤول. اللهم إلا لو عندنا ناس دلوقتي بترصد وعاملة سكاوتنج على الأرقام عشان نشوف مرحلة ما بعد البطولة إيه، ما باليد حيلة، لكن لدينا طموح آخر اسمه كأس العالم، لدينا الكثير من مستويات المسؤولية. بس أكيد ده مش مكمل معانا في كأس العالم. مش هتستحمل، ممكن يقول لك ممكن يقول لك الرجل حقق التارجت، ما احنا بنتعامل مع ناس أن الأوان برضو أن السبوت يبقى عليهم، عليهم أن هم يحترموا الشعب المصري كمجلس بالزبط. إدارة ويطلعوا يكلموه. لا في حاجة مهمة، نفترض انه الحظ كان حليف مصر في الماتشات الجاية وخدنا البطولة، ما ينفعش. هل ده معناه لا 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 انه فيكتوريا نجح؟ لا 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 خالص خالص خالص، لان الموضوع اصلا بادئ ببناء خاطئ. اولا كان لازم يكون مع المنتخب ده، وانا اسف للاطالة، 4 لـ5 لاعبين، ده تحديدا بعد ما بقوا 27 لاعب من المنتخب الاولمبي اللي معاه مدرب كفء الحقيقة اللي هو ميكالي ده، تمام؟ يمكن استاذ جمال كان بيقول وانا بتكلم معاه قال لي ان المنتخب كوت ديفوار لما خلاص مشوا المدرب ما قالوش هنشوف مدرب، عينه فني المنتخب الاولمبي اللي هو الرجل حامل اختام المستقبل. فالموضوع سهل، بس هل عندنا مجلس اداره؟ انا اسف وعلى مسؤوليتي ما عندناش مجلس اداره اتحاد كوره، انا اسف. يعني اصابع الاتهام بتاعت حضرتك تشيرها على مين؟ بصي على بصي كل الاصابع، اي اصابع تعجبك مين؟ اتحاد كره القدم ولا احد غيره. وإذا كان يحترم هذا الوطن الكروي، محدش على قد الوطن الكبير طبعا مصر، لا الكورة ولا أي حاجة تخلي مصر تبقى قليلة، دايما نقول حتى لما نقول يا وكسة مصر، لا يا وكسة كرة مصر، لكن في النهاية إذا بتحترم هذا الوطن الكروي ابعد يا أخي، ابعد، خدينا فرصة نشوف غيرك. أنتم ليس لديكم حتى اتصال بالاتحاد الأفريقي، أنا مش بأزعم، أنا بأؤكد لحضرتك لا يوجد على رقم أي منهم، اللهم إلا إداري ولا حاجة، رقم لو طلب متسبي يقول له الو يس متسبي او مستر جمال نو no. مفيش الكلام ده صدقيني، مفيش خطوط ربط، مفيش حد فيهم في لجنه، مفيش حد فيهم عنده فيجن،
والكل موجود ونحن مستعدين لمناظرة لصالح البلد دي، محدش اتهمهم بحاجة يعني.